أثابكم الله. هذا سائل يقول: أشكل علي إضافة المرجئة إلى السنة وأهلها في عبارة مرجئة أهل السنة. أبد لا يشكل عليك، هم عقيدتهم عقيدة أهل السنة، الإيمان بالله والتوحيد وعقيدتهم عقيدة أهل السنة، لكن أخطأوا في هذه المسألة فقط، لذلك هم أهل السنة، خطأهم هذا لا يخرجهم عن أهل السنة، لأنهم مع أهل السنة في كل أبواب العقيدة. نعم.